أكيد أغنية للوطن ونحن نحتفي بستينية الاستقلال، عنوانها جهازك غالي يا حريالي الشيخ محمد الباجي ربي يرحمه، من ثم يكرم هو بدوره محبوبتي بتقديم أغنية يا رئيس الطيار، ومن ثم عذبيني يا ولفي كي بقيت لك. بتحية كبيرة نستقبل الفنان حسينو فاضلي من بيجان.
صرنا لابد نخلف بالنضال والجهاد جازم غالي حورية بجدينا الاستقلال بجدينا الاستقلال ضحية وحية بالنفس وبالمال ولاد الأمة الجزائرية نسوة ورجال حربنا بسلاحه جيجبتنا يتمر الظهر كفاحه الثعبان اللي يدفر عن حربنا بسلاحه تبعنا حتى وين وصلت مولد وطاحه قدم رايس في الملعب قتلنا شكال جازك غالية حورية بجدينا الاستقلال بجدينا الاستقلال كم ضحية وضحية من نفس وبالمال لدى الأمة الجزائرية في مد القتال كلمة التطير كلمة التطير بالفجيش وفي تنظمة أمة جبهة التحرير جبهة التحرير الشعب تحت على كلمة كلمة التطير بالجيش وفي تنظمة أمة جبهة التحرير بها حربنا طول عظمى عند أسلاح كبير عدونا ما فات البؤ أرحمات والقتال جازك غالية حورية بجدينا الاستقلال بجدينا الاستقلال كم تضحية وضحية بالنفس وبالمال للأمة الجزائرية نسوة طردنا الاستعمار طردنا الاستعمار راحوا مع وجوه البخصة وبقينا أحرار ديناها حرب وسياسة طردنا الاستعمار طردنا الاستعمار راحوا مع وجوه البخصة وبقينا أحرار ما بقى لهم حتى كراسة دين الله جار نحينا بعرقنا الفرصة ضر علينا زال جازك غالية حورية بجدينا الاستقلال بجدينا الاستقلال ضحية وضحية بالنفس وبالمال لدى الأمة الجزائرية في باب القتال لدى الأمة الجزائرية في باب القتال أرئيس الديار أرئيس الديار فرفر في الجحيم حوم ونزل على الدار وارقمها بالعين وعزم واتيني بخبار أرئيس الديار أرئيس الديار سلم يمي ووعد عنها بلسان البشار وعمل كش على جبينها ويشفي لي الغيار
ذكر وعلا زوار وعمل في بستان عصر بكهل النار ريجو وفال ذكر وعلا زوار وعمل في بستان عصر بكهل النار
سيلو يعطيك الصحة.